تكريم الدكتور حسن حبيبي الإعلامي والفاعل الجمعوي تخليدا لذكرى عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن بتنظيم من طرف جمعية نجوم سيدي مؤمن وبتنسيق مع جمعية المنير والرائدات. في الواقع هذا التكريم جاء يعني كمناسبة الأحداث 16 مايو اللي عرفها سيدي مؤمن، واللي يعني كان الرد عليها بشكل ثقافي من طرف مجموعة ديال الجمعيات الثقافية من ساكنة سيدي مؤمن اللي كتنتمي لسيدي مؤمن، وبغوا يأكدوا من خلال هذا التكريم أعتقد أن سيدي مؤمن لم يلد فقط الانتحاريين بل ولد كذلك مجموعة من الفعاليات الثقافية، وأنا كنشكرهم يعني لأن ذكرت معهم قلت لهم ودي راه كاينين مجموعة من الفعاليات اللي قبل مني اللي خصهم يتكرموا أكثر، فكان الجواب ديالهم هو ان هذا برنامج سيدخل فيه تدخل فيه هذه المجموعه ديال الجمعيات وعلى راسهم جمعيه نجوم سيدي مؤمن. في الواقع انا الشعور ديالي يعني الاساسي هو انني اشعر بان هذه اللحظه مقتطفه من التاريخ وبانها تنتمي الى الـ الى الـ الى الفضاء الاعلى، وهذا الحفل يتزامن كذلك مع الذكرى العاشرة لازدياد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، وهذا شرف كبير لي انا بطبيعه الحال، شرف كبير على مجموعه ديال الجهات يعني كاحد ساكنه سيدي مؤمن واحد المواطنين المغاربه اللي كيغيروا على البلد ديالهم. الحفل حضره تلة من الفنانين من ممثلين وموسيقيين وفاعلين جمعويين. اش غادي نقول لكم على الاستاذ حبيبي؟ يعني الحديث عليه كثير، فعلا هو في اعتقادي اسم على مسمى. بالنسبه لي انا شخصيا هو حبيبي، انسان اللي كون نفسه بنفسه، انسان اللي انطلق من لا شيء. الاستاذ حبيبي يمتاز بطيبوبته، يمتاز بتواضعه، يمتاز خصوصا في اعتقادي بحبه لبلده ولابناء بلده وبحبه وعشقه للفن بصفة عامة. بالنسبة للدكتور حسن حبيبي صراحة رجل عصامي، رجل كون نفسه بنفسه، عنده السرد كيعرف يحكي في كتابته، وخدمت معه شحال ديال الحويجات مذكرات. وثانيا ولد الحي، ولد سيدي مؤمن، ولد الحي المحمدي، وكان دائما مع الفنانين لا ديال الحي ولا خارج الحي، وكان دائما في أي مناسبة كتلقاه حاضر. فبالمناسبة كنتمنى له عيد ميلاد سعيد ليه والأسرة ديالو الصغيرة والكبيرة، وكنتمنى له مزيد من التألق لأنه كيستحق كل الخير. وأشد بحرارة على الجمعية ديال نجوم سيدي مؤمن برئيسها وبالمكتب ديالها وبالناس على هذه البادرة الطيبة جدا، ومزيدا من التألق إن شاء الله. الكلمة يعني كنشوف أن تكريم ديال حسن حبيبي يعني تكريم مستحق، وحسن حبيبي يعني اللي هو ولد سيدي مؤمن أصل، وحنا كمال هرمو يعني تا ولد سيدي مؤمن، وحنا جينا حضرنا كنثبتوا الحضور ديالنا بأنه بالنسبة لولد الدرب ديالنا، وكنا شاركنا في واحد لاسوسياتيف يعني هذه المشاركه ديما كنكونوا حاضرين فيها، وبقى الله سالينا من التضامن ديال الفنانه، وكنتمناو ان شاء الله قديمه بادره بحال هكا يعني لكل فنان يكون عنده واحد التكريم ديالو. وشكرا اللي شفتي هذا السيد، يعني كيف كلهم كيقولوا هاد الناس اللي شاف يعني كبروا يعني عاصروا حسن حبيبي وشافوا المسيره ديالو، وانا كنقول العكس، هو اللي عاصرنا وشاف المسيره ديال كل فنان. لما تتكلم على استاذ حبيبي كتكلم على اي فنان كيعطيك عليه حياته أعماله بتدقيق بدقة، وهذا إذا كنقول دائما دكتور حبيبي فهو مكتبة متنقلة ستين بيبليوتيك أمبيلونت. وأنا كنت سعيد جدا اللي احضرت التكريم ديالو، وأنا كنتمنى هو يستاهل التكريم بكل ما معنى في الكلمة، كان يستحق تكريم أكثر، وإن شاء الله نتمنى ونخدمه ونديروا شي تكريم في مستوى ثاني يكون غير هذا. ونرجع تشكراتي لقناة شوف تي في اللي حنا محتاجين ليها، الفنانين محتاجين ليها، لان هي شفنا واحد شويه ديال الجراه فيها، وهذه الجراه اللي هي بواحد الايجابيه، وحنا ما احوجنا الى مثل هذه القنوات. وكنشكركم جزيلا، الله يطول عمركم ويخليكم لينا حتى نتوما. شكرا. هذا التكريم تاع سي حسن حبيبي الاخ ديالي والصديق ديالي
تنحس بأنه تكريم تاع جميع الفنانة. والشيء العجيب في حسن حبيبي هو مثقف وصحفي وأستاذ جامعي ورجل متواضع. سي حسن حبيبي يعني دار لي مفاجأة في حياتي وخص الناس قاع يعرفوها، هو أنه اتصل بجاك المرسول وعيطوا لي وما عرفتوش بين ما هو، ومني مشيت لتونس تلقاه حسن حبيبي باش يقول لي أختي راني تنحبك والخاوة راها مكتوبة بيناتنا، فهذا شيء جميل. حسن حبيبي تاني حاجة عمل معايا هو أنه كنا في تهيئ كتاب حسن صقلي، كنا 15 ديال الناس وبقيت غير أنا وياه عباش هذا الكتاب خرج الوجود. فحسن حبيبي نهضر عليه الأخ الصديق الأب العم، ما نقدش نهضر تنهضر وما نقدش نصيف لكم الحب ديالي الأخ ديالي حسن حبيبي والعائلة ديالو. إن هذا تكريم يعد محطة أساسية في تاريخ سيدي بومن والذي رسم في المخيلة البعض من غير العارفين بخبايا المنطقة على أنه بؤرة للأرهاب والجهة الوطن، لأن التكريم هو رد فعل وإعادة اعتبار لسكان سيدي مومن الذين لا يد لهم في أحداث سواء الجغرافية جلبت بعض العار في تاريخ المنطقة من طرف أناس غرباء عن سيدي مومن حملوا فكرة متطرفة ظلاميا لأن في الحقيقة هو نبيل عيوش مخرج فيلم يا خير الله جلب العار لمنطقة وسكان سيدي مومن، لأنه كان على الأقل إجيال ناس سيدي مومن باش يعرف الواقع ديال سيدي مومن، لأن سيدي مومن راه ماشي الإرهاب ماشي هذوك اللي فجروا الدوسون، هذوما كيمثلوا سيدي مومن. اللي كيمثلوا سيدي مومن هو الدكتور حسن حبيبي، هو الدكتور براجي، أستاذ الجامعي ولائحة طويلة. وأنا أعرف هذا الشخص قبل الكلية لأنه من أبناء سيدي مومن ومن جيراني القدماء، وأعرف أباه وأعرف إخوته وأعرف أسرته، وكان بيننا تداخل وتعارف وتواصل. وهذا الشخص الآن له مكانة مهمة جدا، لا أخلاقا ولا علما ولا تواصلا، فهو من الصحفيين المبدعين وهو من النقاد المسرحيين، وقد ألف كتابا في المدة الأخيرة عن طيب الصديقي وهو في الأسواق، ثم إنه أستاذ بارع في الكلية يشهد له بذلك الشعبة والطلبة وجميع الأساتذة. التكريم جاء لرد الاعتبار لساكنة سيدي مومن وكدا بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث 16 ماي التي عرفتها منطقة